انت اسمك عبطة ها؟ الله الله. من اللي سماك؟ مسمعت على واحد من بنات على سعود. ايه. ابوي الله يرحمه. من متى وانت مع البنت؟ والله من عادين حتى بعد تزوجت ولا بعد جبت عيال ولا بعد جبت. إيه يعني وانت ما وصلتي العشرين رحتي مع البل؟ يوه ادري اصغر من العشرين وانا عند البل. كم عمرك؟ واسرح في اسرح فيها ارجيلي مع جدي. مع جدي؟ اي والله. وين فيه؟ في الرمال وفي الحبل وفي هنا في ورا العيرية. وانتم بدو تشدون وتنزلون؟ اي بالله نشد وننزل فوق ركاب. فوق ركاب ما في سيارات. لا والله احبها. وش اللي حببني بها؟ جدي. اول بداوتي كلها مع جدي من ابوي. وحببني بب. وتزوجت ورحت البلاد وما ترجعلي في تبدويت. قلت انا بداوت اعود عليها. خليت البلاد ورجعتي بدويه. اي والله. وش يعجبك في حياه البداوه؟ شقا. شقا؟ اي والله شقا. والبلاد ما هو بشقا؟ لا. ها؟ البلاد. مكيفات جابت المرض وجابت الحقت وجابت الزهالي. ما والله هذا البلاد انهم يستصلون علي يقولون صاخين كلنا مرضى. كنت عشا وش عارف اذا ظهروا علي وقعدوا عندي اسبوع بمثل ما حد منهم مرض ولا حد منهم راح للطبيب ولا ولا عودوا للبلاد كلنا راح المستشفى فلان راح المستشفى فنوم. يا لا حول الله. والله بداوة والله انها زين. وين بعدتي بلبل؟ وين اقصى شيء وصلت؟ اقصى شيء؟ معلبل. معلبل؟ من الجوب عند الجوب؟ ايه؟ من الجوب الى الى الحفر. صعبه السواقه بالرمل. ما هي صعبه. البلاد هي اللي صعبه. الرمله ما هي صعبه. الا ان كان فيها يعني خيوط كذا